شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات حالتها الصحية. التفاصيل الكاملة، طبيب يكشف أسرار مرض ياسمين عبد العزيز. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات حالتها الصحية. كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية، مشيرا إلى تماثلها لشفاء التام، مؤكدا أن وضعها الصحي مستقر وستخرج من المستشفى في القريب العاجل. وقال وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك: الشكر لكل الدعم الذي تلقته شقيقته من جمهورها في مصر والوطن العربي. وكتب شقيق الفنانة ياسمين: أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعائهم في أيام مباركة زي دي، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أوجدت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي. وأضاف: ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب. وكان الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز قد خرج إلى جمهورها ليطمئنهم عليها بالقول: ياسمين داخل المستشفى وحالتها الصحية شبه مستقرة بعد خروجها من العناية المركزة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل. كما كتب زوج ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي على حسابه على فيسبوك: الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت رعاية طبية. خبر صار عن ياسمين عبد العزيز شقيقها يؤكد خروجها قريب. في خبر صار، كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جديد تطورات حالتها الصحية، مؤكدا أن خروجها من المستشفى بات قريبا. وقال وائل عبد العزيز من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة: أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مباركة زي دي، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلوا أو جاءوا. كما تابع: حقيقي حب كبير لبنتي واختي ياسمين، الحمد لله حالتها مستقرة وان شاء الله خروجها عن قريب. وكان شقيق الفنانة المصرية قد اعلن ان شقيقته غادرت العناية المركزة بعد التحسن الحادث في حالتها الصحية، وهو ما سبق ان اكدته الفنانة هال عنبر في تصريحات سابقة للعربية نت. من جانبه، خرج الطبيب المصري ماهر عمران استاذ النساء والتوليد بمنشور يكشف كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، وقال ان النجمة خضعت لإزالة كيس به تجمع دموي كبير من على المبيض، بحيث احتوى كل كيس على ما يقل قليلا عن نصف لتر من الدم. واوضح ان ما حدث بعده هو ان المريضة عانت من انتفاخ بالبطن وتمدد في القولون، تم تشخيصه باحتمال حدوث ثقب في القولون ناتج عن التصاقات المبيض بالقولون او انسداد بالقولون. وبعدها اجريت اشعة مقطعية بالصبغة على الامعاء واثبتت انه لم يكن هناك اي اصابات جراحية بالامعاء، معتبرا ان التشخيص كان نادرا الحدوث. ومع ذلك ادخلت المريضة للاستكشاف قبل أن تتفاقم الحالة. من جانبه، أكد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز استقرار حالة زوجته الصحية وأنها تشهد تحسنا، معربا عن استيائه إذا ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته. ياسمين عبد العزيز تجري عملية جديدة خلال ساعات وطبيب يكشف تاريخها المرضي. كشفت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز أن الفنانة المصرية ستجري عملية جراحية خلال ساعات. وكان الدكتور ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب جامعة عين شمس كشف عن التاريخ المرضي للفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أنها أجرت منذ فترة عمليتين جراحيتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى بإحدى الدول الأغربية، ونتج عنهما مضاعفات. وشكك عمران بحسب صحيفة الوطن المصرية فيما نشر من معلومات عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الماضية قائلا: تساءلت ونقبت عن المصادر التي استقت منها وسائل الإعلام معلوماتها المغلوطة، فتأكدت أن هناك أطباء من الشخصيات المدمنة الظهور إعلاميا وفي تخصصات بعيدة تماما عن أمراض النساء والتوليد، إلا أنهم للأسف أدلوا بدلوهم بغباء مفرط استقصى منه الإعلاميون معلوماتهم المغلوطة. التفاصيل الكاملة، طبيب يكشف أسرار مرض ياسمين عبد العزيز.
يبدو أن استقرار حالة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ومغادرتها للعناية المركزة لن ينهي تلك الأزمة، وسيكتب فصلا جديدا من فصولها في ظل الغموض الذي حدث طيلة الأيام الماضية. والسبب في ذلك يعود إلى التكهنات والأخبار التي انتشرت عن حالة ياسمين عبد العزيز ومعظمها جانبه الصواب. في ظل تكتم الأسرة على حالتها وأمام ما جرى، خرج الدكتور المصري ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد بمنشور يكشف كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، في محاولة منه للدفاع عن زملائه الأطباء وما قيل عن وقوع خطأ طبي تسبب فيما حدث. كما تحدث عن الحقيقة الغائبة في أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز وما تبعها من هجمات شرسة على الأطباء، مشيرا إلى كونه يدرك أن هناك قصورا في الثقافة الصحية لدى الأغلبية، ولكنه لا يعلم أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة لدى فئات الإعلام في ظل ما تم تداوله من أكاذيب حول الحالة. وتداول الطبيب المصري بعض ما قيل عن حالة ياسمين عبد العزيز من دخولها إلى المستشفى بسبب تكيس في المبايض، وبعد أن أجرت المنظار تعرضت لخطأ طبي جسيم، وبعدها قلس أصال ورم ليفيا، والبعض الآخر تحدث عن كيس دهني بالمنظار نتج عنه ثقب بالمعدة، وهناك من ذكر أنه تم استئصال جزء من المعدة عن طريق الخطأ، وإصابة المريضة بتسمم في الدم ودخولها في حالة غيبوبة تامة. كما أن هناك إعلاميا تحدث عن كونها تعاني من مشاكل بالرحم، ووقت إجراء المنظار حدثت هناك مشكلة بالقولون فدخلت الفضلات من القولون إلى المعدة وحدثت المشكلة، وهو ما وصفه الأطباء بكونه هراء، وأشار إلى أن النغمة ارتفعت والهجوم تواصل على القطاع الطبي، وطالبوا المستشفى بضرورة إصدار بيان توضيحي حول الحالة. والبعض على موقع يوتيوب حاولوا ركوب الموجة، وهو ما دفعه للبحث والتنقيب من المصادر، وعلم أن السبب في خروج مثل هذه الشائعات هو بعض الشخصيات الطبية التي وصفها باللزجة ومدمنة الظهور الإعلامية. لذلك قرر أن يسرد هو الحقائق بعد أن استقرت الحالة. وفي البداية أوضح أن ما يتعلق بإصدار المستشفى بيانا حول الحالة لم يكن غائبا عن المستشفى، ولكن منذ اللحظة الأولى كانت هناك تعليمات صريحة من الفريق المعالج بعدم تسريب أي معلومة حفاظا على خصوصيتها، وكيف للأستاذ المشرف على الحالة أن ينتهك خصوصية مريضة لديه إرضاء لشهوة الفضول لدى البعض. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات. هل ستجري ياسمين عبد العزيز عملية جراحية جديدة؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي